النجف الاشرف، هاي اليوم تصعيد يوم الاحد باع ابطال الثوره. هاي الجسور ماكو ولا جسر بالنجف مفتوح ولا طريق ولا شارع، باعوه ذول ابطال الثوره باسم شهداء الناس وشهداء ساحه التحرير وابطال الثوره. هاي باقيين منتصرين ان شاء الله. ماكو وطن، ماكو لا دوام ولا شوارع. باعوه هاي ان شاء الله منصورين عن قريب. هاي تنفيذ المطالب واخراج الميليشيات، لان تعبنا من الحكي، تعبنا، غير حياتنا المهدده، ما نعرف شنو مصيرنا. باقيين رغم كل شيء باقيين احنا، فلا تحاولون تلعبون بذيولتكم منا ومنا. هذا الكلام موجه، الشكو شخص يهم العراق، الشكو شخص عراقي حقيقي حقيقي صدق يهمه ناسه واهله. احنا نريد نسال سؤال، هذا الرجل هسه اللي مرشح على اساس رئيس الوزراء او النصبوه رئيس وزراء، منين انت؟ وين كنت؟ كنت يم الامام علي تقديم؟ كنت يم النب محمد؟ لو انت واحد من هاي الاحزاب اللي صار لها سنوات اللي هي اثبتت فشلها قدام كل الدنيا، وين مين انت؟ منين جيت؟ زين احنا جاي نقول سيد علي السيستاني والخيم كلها طالعه هاي المظاهرات، جاي يقولون هم الشعب يختارون رئيس وزراء، مين انت؟ من اختارك انت؟ انت اختارك هادي العامري، ايش عندك يمنا؟ عمها شو الطلب هاي؟ عمي ما نريده، مرفوض مرفوض.